اود ان ابلغ المجلس الكريم وشعبنا العظيم انني وضعت استقاله الحكومه تحت تصرف السيد الرئيس وذلك يوم الثلاثاء الماضي عشرين اثنين اربعه وعشرين واليوم اتقدم بها خطيا ياتي هذا القرار على ضوء المستجدات السياسيه والامنيه والاقتصاديه المتعلقه بالعدوان على اهلنا في غزه والتصعيد غير المسبوق في الضفه الغربيه ومدينه القدس وما يواجهه شعبنا وقضيتنا الفلسطينيه ونظامنا السياسي من هجمه شرسه وغير مسبوقه ومن اباده جماعيه ومحاولات التهجير القسري والتجويع في غزه وتكثيف الاستيطان وارهاب المستعمرين واجتياحات متكرره في القدس والضفه للمخيمات والقرى والمدن واعاده احتلالها والخنق المالي غير المسبوق ايضا ومحاولات تصفيه وكاله الغوث وتشغيل اللاجئين والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعه والضم المتدرج للاراضي الفلسطينيه والسعي لجعل السلطه الوطنيه الفلسطينيه سلطه اداريه امنيه وبلا محتوى سياسي ولكن سنبقى في مواجهه مع الاحتلال وستبقى السلطه الوطنيه تناضل من اجل تجسيد الدوله على ارض فلسطين رغما عنهم